Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon intitulée l'addition et la soustraction des nombres décimaux relatifs. Donc on va commencer par les exercices d'investissement. Je m'entraîne dans la page 76. La première partie, on va résoudre les exercices de 1 jusqu'à l'exercice 6. Donc on passe à la page de travail. Donc le premier exercice, effectuer les calculs suivants. Donc effectuer les calculs suivants, yani qom bi injaz الحسابات التالية. Donc هنا بطبيعة الحال qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la somme ou bien l'addition ديال les nombres relatifs décimaux. Donc on va utiliser les règles que nous avons déjà fait dans la leçon. Donc هنا غنبداو le premier expression. Donc on a plus 9 plus moins 36. Donc qu'est-ce qu'on devrait dire au le calcul, qu'est-ce qu'on est-ce que nous avons le même signe ou bien nous avons des signes différents? Donc on a qu'Allah juge les nombres les candidats de l'addition et des signes différents. Donc d'abord est-ce que je vais choisir le moins ou bien le plus résultat? On dit les nombres. Je connais le plus grand. Donc le plus grand c'est 36. Donc madame, le nombre le plus grand c'est 36. Je vais choisir le signe moins. Donc le natija, on a le moins. Donc on a d'abord le signe. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la soustraction entre le plus grand et le plus petit. On dit le fark. Puisqu'on a des signes différents. Quand dire le فرق بين 36 et 9. Donc 36 si on قسنا منها 9 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 27. Donc هذا هو le résultat. Donc هذه منين جات هذه 27؟ Donc جات بين la soustraction ديال 36 مع 9. وهذا le mois جات من هاد جوج لي mois, جوج ديال الاشارات, جوج لي سيني. هاد جوج لي سيني شنو هو اللي اختارينا؟ اختارينا le plus ديال le plus grand puisque هذا 36 كبير على 9 دونك خدينا لو سيني مو. دونك هكذا كنتعاملوا مع هاد لي نومبر. هاد لي نومبر بالنسبه لي زاليف دو لا بروميير اني دونسينيمون كوليجيال سون دي نوفو نومبر. دونك هكا غنتعاملوا معاهم. دونك موان 17 بلس موان 37. دونك شكون هما لي سيني؟ عندنا هنا لو سيني مو وعندنا هنا لو سيني مو. اذن كاسكو جو في شوازير كوم سيني؟ جو في شوازير لو سيني مو. واش غادي ندير لا سوستراكسيون؟ لا, هاد المره غادي ندير لا سوم. غنجمع بين 36 37 و 17. علاش؟ لان عندي لو ميم سيني. مادام عندي لو ميم سيني غادي نجمع. فاش كيكون عندي دي سيني ديفيرون كندير لا ديفيرونس اونتر الكبير و الصغير. دونك دابا غادي نجمع هادي مع هادي غتعطيني 7 و 7 14 غنحتفظ بواحد. دونك موان 45. Donc, منين جات 45 جات من la somme ديال 17 مع 37. ولو موان منين جبناه حيت عندنا هنا موان وهنا موان ما بقاش عندنا اختيار. دونك غنختارو لو سيني موان. دونك غادي نمشيو لا تروازيام اوبيراسيون. دونك عندنا موان 15.3 هذا سي ان نومبر ديسيمال بلس 6. إذن هنايا إسك جي لو ميم سيني؟ لا, عندي دي سيني ديفيرون. عندي لو سيني موان و لو سيني بلوس. شنو غنختار كوم سيني؟ غنختار ديال الكبير. دونك 15 بلوس 3 اي بلو كغون كو 6. دونك غناخد لو سيني موان. أنا اختاريت لو سيني. بقى ليا غادي نختار دابا إسك جو في فيغ لا ديفيرونس و بيان لا سوم. دونك أون فا فيغ لا ديفيرونس. علاش؟ لأن لي نومبر عندهم دي سيني ديفيرون. دونك 15 الى نقصنا منها 6 غتعطينا 9.3.
9,3. Donc, d'awa le résultat. Donc, natija il y a moins 9,3. دونك غادي نمشيو لوبيراسيون سيفون. دابا حنا فهمنا العمليات كيفاش كتمشي. غادي نمشيو نزربو دابا شويه. دونك عندنا موان 8.7 بلس 8.7. هنايا عندي دي سيني ديفيرون. واش نختار لو موان ولا البلس؟ عندي بحال بحال. اذا عندي بحال بحال ما غنختار والو. علاش؟ لان ما عنديش ما قدرت نختار لا بلس ولا موان. علاش؟ لان اي نو سون با مع واحد ما كبير على الاخر متقادي. وبما ان 8 ناقص دونك الا درنا لا ديفيرونس غتعطينا زيرو. هنا في هذه الحاله كيس كوندي وندي كو هاد جوج ديال لي نومبر سون اوبوزي. راه ديجا شفناها لا ديرنيير سيونس. دونك عندنا بلس 29.6 بلس موان 39. Donc qu'est-ce que je vais choisir comme signe? Le signe moins. Alors, le plus grand nombre est 39. Je vais dire la différence. Donc 39, il en a 29. On va prendre 10. Ou là, il en a 0,6. Ça va être 9,4. Donc moins 9,4. Donc l'opération suivante, on dit plus 16,4. Plus moins 4,6. إذا شكون هو الكبير؟ هو هذا. واش غادي نكتب البلوس؟ لا، البلوس في أول الكلام ما كنكتبوش. كيمكن تجي دير هكا سي بيان وغادي دير لا ديفيرونس حيت عندنا دي سيني ديفيرون. غناخدو 16 نقصو منها 4 تعطينا 12. وإلا نقصنا 0, دونك إلا درنا دونك غتعطينا دونك 9 أولا 11.8. هاد لو بلوس كيمكن نحذفوه. هذا كيتعتبر باغمي لي سوبريسيون لي كنسوبريميو في الماط. علاش؟ لان في بدايه الكلام ما كنديروش بلوس. في البدايه ديال ليكسبريسيون البلوس كيشد الوسط، ولكن في لو ديبي كيمكن سوبريم. هكذا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس نيميرو 1. اون باس ا ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 غادي نجاوبو عليه هنايا. كومبليتي لي بوانتيي بار لو سيني بلوس او بيان لو سيني موان pour que l'égalité soit vraie. إذن باش تجينا هاد ليغاليتي متساوية، دونك شنو غادي نختارو كوم سيني؟ شنو هما لي سيني اللي غادي نقدرو نختارو؟ إذن عندنا هنا بلس 8، شنو نقدر ندير هنا حيت عندي هنا 3؟ بيسك عندي هنا 3، شنو كنلاحظ أنا؟ كنلاحظ بأن 3 سي لو ريزولتا ديال لا ديفيرونس أونتر هاد جوج لي نومبر بين 8 و 5. يعني 8 نقصنا منها 5. كيسك سا فو دير؟ سا فو دير كو هاد لي دو نومبر عندهم دي سيني ديفيرون. سيتادير الا كان هنا بلوس هنا غيكون لو موان. وهنايا هنايا شنو غادي تجي؟ غتجي بلوس. كيمكن نديرها ونسد القوس، كيمكن ما نديرهاش كاع كومبليتمون، ولكن مادام قالوا لي دير سيني بلوس ولا موان غندير هكا اي فوالا. دونك هنا نشوفو بالنسبه لا دوزيام. عندي كنشوف بان 12 et le résultat c'est à la somme. إذن بما أن هذه سي لو ريزولتا ديال الجمع، إذن هنا غيكون عندنا لو ميم سيني. إذن هنا غتكون لو سيني موا. وإلا كان هنا لو سيني موا حتى هنا غيكون لو سيني موا. علاش؟ لأن أون لو ميم سيني، دونك أون فوا شوازيغ لو ميم سيني. 18.15 شنو كنلاحظو؟ بأن 3 هو النتيجة نتاع 18 موان 15. إذن هنا هادو عندهم دي سيني ديفيرون. هنا واش غندير هنا موا ولا هنا، والبلوس هنا ولا هنا؟ غادي نشوف شنو عندي كوم ريزولتا. عندي هنا ريزولتا سالب، سيتادير الكبير هو اللي غياخد الموا وهذا غادي ياخد البلوس. علاش؟ لان لو ريزولتا خصو يكون افيك لو موا. دونك غادي نمشيو لا سويفونت. دونك 27 كنشوفو بان 34 هي لا صوم نتاع 7 و 27. سيتادير ان هادو عندهم لو ميم سيني، وبما ان هذا عنده موا اذا حتى هذا غيكون عنده لو موا. دونك وبالتالي لو سيني اللي غيجي هنا سي لو موا. هنايا بالنسبه ل 14 مع 12 مع 2 شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بان اليا ان ديفيرونس، وهذا هو اللي كبير. اذا هنا غيجي لو سيني بلوس
هنا عندي لا ديفيرونس اونتر 6 و 4 اذا عندي 6 و 4 لا ديفيرونس وعندي لو ريزولتا بوزيتيف اذا الكبير هو اللي غيكون هنا بوزيتيف وهذا غيكون نيجاتيف الا درنا العكس هنا خص نورمالمون تكون موان دونك فوالا سي لا فان د هاد ليكزيرسيس اون باس ا ليكزيرسيس سيو دونك لو تروازيام ليكزيرسيس افيكتي لي كالكول سويفون هنا باش نديرو هاد لي كالكول كيسكون فا فار غادي نمشي ونجمعو غادي نشوف اللي عندهم لو ميم سين غادي نبداو باللي عندهم لو ميم سين هنا غادي نسبقو من هادو هنا غادي نسبقو من هادو نجمعوهم تو دابور هنا غادي نجمعو هادو بثلاثة سير بلاص لان عندهم لو ميم سين هنا غادي نبداو من اللي عندهم لو ميم سين هنا هادو اللي عندهم لو ميم سين اذا هادو اللي نعطيوهم الاسبقية ومن بعد عاد ندوزو لوبيراسيون سيفونت دونك هنا ايغال عندنا بلوس 10 غادي ناجلوها من بعد هنا عندي لو ميم سيني اذا كيسك جو في سوازيغ غادي ناخذ ديك لو سيني موا وغادي ندير لا سوم اذا 7 بلوس 3 ايغال 10 ايغال عندي هنايا موان 10 بلوس 10 سو سون دي نومبر اوبوزي دونك لا سوم ايغال 0 خصاش مو لقيت لي نومبر اوبوزي 0 هنا غادي نسبقو من هادو بجوج عندنا موان 8 موان 5 غتعطينا في الريزولتا الموا علاش لان لو ميم سين 8 بلس ونجمع غادي نجمع 8 مع 5 غتعطينا 13 بلس وهذا غادي ناجلوه بلس 4 هنايا عندي دو نومبر عندهم دي سيني ديفيرون شنو غادي ناخذ ناخذ ديال الكبير دونك ناخذ لو سيني موا وغادي ندير لا ديفيرونس ديال الكبير مع الصغير دونك غتعطينا 9 دونك لو ريزولتا سي موان 9 هنايا عندي لو ميم سيني غناخذ ديك لو سيني وغادي نجمع كلشي حيت عندنا لو ميم سيني فيهم بثلاثه دونك 6 بلس 7 ايتيغال 13 13 بلس 8 ايتيغال 21 دونك سير بلاص لقينا لو ريزولتا حيت عندنا لو ميم سيني هادي ما عندهاش بلوس نورمالمون كاين واحد لو بلوس هنا الي سوبريم ولكن حنا اون فوالا كونسيديري كوم ان سيني بلوس دونك هنا عندنا موان 9.2 غادي ناجلوها من بعد اون فوا ترافاي على هذا دونك هنا هذا بلوس هذا بلوس اذا شنو غتعطينا في الريزلتا بلوس وغادي نديرو لا سوم اذا غتعطينا 9.4 لوبيراسيون سيفونت عندنا دي سيني ديفيرون عندنا هنا بلوس وعندنا هنا موان إذن هذا بلو غون كو هذا إذن غناخدو لو سيني بلوس وغادي نديرو لا ديفيرونس 9.4 إلا نقصنا منها 9.2 غتعطينا 0.2 وبما أن هاد لو بلوس في الديبي ديال لا فراز ولا الديبي ديال ليكسبريسيون كنسيبريمي وكتعطينا كوم ريزولتا 0.2 هنايا كذلك عندنا هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف غناخدو لو سيني بلوس وغنديرو لا سوم Donc 17 plus 13 est égal à 30. 30 plus moins 30. Les deux, ce sont des nombres opposés. Donc le résultat est 0. Donc on va aller à l'exercice 4. Effectue les calculs suivants. Et donc là, on va dire la même chose que l'exercice. Et là, on va voir qu'il y a le signe plus. Et là, qu'il y a le signe plus, il est supprimé. Et là, il y a qui m'a dit في الديبي كيمكن بحال هنايا لا ميم شوز هنا الي سوبريمي اذا هنا دائما اذا كومون فير هنايا غادي ناخذو لي نومبر بوزيتيف وغادي نخدموهم غادي نجمعوهم بعضياتهم هادو ولي نومبر نيجاتيف غادي نحطوهم بعضياتهم ونجمعوهم عاوتاني وهكذا اون فا سورغانيزي دونك هنا ايغال غادي ناخذ هاد بلس 12 غادي نحط حداها بلوس 6 غادي نحط حداها 12 اولا بلوس 12 سي لا ميم شوز ثم عندنا موان 11 غادي نحط حداها موان 8 غادي نحط حداها موان 3 غادي نجمعو كل وحده على حده غتعطينا بلوس اذا عندنا 12 بلوس 8 بلوس 12 24 30 اذا النتيجه 30 هنايا هذا بالنسبه لو ريزولتا تاع البلوس عاوتاني الريزولتا تاع الموا عندنا لو ميم سيني موا غناخذو لو موا وغنجمعو كلشي دونك غتعطينا 22
Iden, d'abord, خرجوا لي جوج ديال لي نومبر دي سيني ديفيرون. غنتعامل معاهم كوم دي سيني ديفيرون. غناخد شكون هو اللي كبير، سي لو بلوس. اذا النتيجه غتكون بالبلوس، وغندير لا ديفيرونس. لا ديفيرونس اونتر 30 و 22 ايتيغال 8. وهاد لو بلوس كيمكن سوبريمي، وهنا كنكتبو غير باش نعرفو بان راه كاين واحد لو بلوس، اي اون بو لو سوبريمي الا ما بغيناهش بطبيعه الحال. دونك لا ميم شوز هنايا، غادي نجيو نشوفو شكون هما لي بوزيتيف. دونك كاين عندنا بلوس 20، عندنا بلوس 14، عندنا بلوس 5. هادو غادي نجمعوهم بعضياتهم. وعندنا لي نيجاتيف، لي نومبر نيجاتيف عندنا هادو. دونك غادي نجمعو كلا على حده. اذا كيمكن بلا ما نحطوهم الا بغينا، ولكن سي ميو باش نمشيو ايتاب بار ايتاب. دونك عندنا هنا موان 20 بلوس موان 31 بلوس موان 5، ثم عندنا بلوس 5 بلوس 14 بلوس 20. اذا هادو اللي عندهم الموان شنو غادي يعطيونا في الريزولتا؟ دونك غادي يعطيونا 20 غادي نجمعوها مع 31 كتعطينا 51 56. اذا موان 56. وهادو لي بوزيتيف شنو غيعطيونا؟ دونك عندنا 34 39 بلوس 39. اذا شنو عطاتنا النتيجه؟ دونك عندنا شكون اللي كبير؟ هذا. دونك غناخدو لو سيني موان، وغادي نديرو لا ديفيرونس. دونك 16 موان 9 ايتيغالا 7، 5 موان 1 موان 5 موان 4 ايتيغالا 1. دونك النتيجة هي موان 17. دونك اون باس ا ليكسبرسيون سيفونت. دونك غادي نشوفو شكون هما اللي عندنا بوزيتيف ونيجاتيف. دونك عندنا هادي نيجاتيف، هادي نيجاتيف، وهادي نيجاتيف، وهذا سي تان نومبر بوزيتيف، وهذا سي تان نومبر بوزيتيف. دونك غادي نجمعو لي نومبر بوزيتيف على حده والنيجاتيف على حده. دونك عندنا موان 2 بلوس موان 0.1 بلوس موان 4 بلوس 3.2 بلوس 8.7. اذا هادو نيجاتيف غادي يعطيونا واحد لو ريزولتا نيجاتيف. دونك غادي ناخذ لو سيني موان وغادي نجمعو. دونك 4 بلوس 2 ايتيغالا 6، 6.1 موان 6.1 بلوس هادو عاوتاني غنجمعوهم غيعطيونا 11 بلوس 11.9. شكون هو لو بلي كغون هنا؟ هو اللي عنده بلوس. إذن غنديرو لا ديفيرونس ونشوفو الريزولتا. دونك النتيجة سي 5.8. وهاد لو بلوس اون بلو سيبريمي. دونك ليكسبرسيون سيفونت عاوتاني غنقلبو على لي نومبر نيجاتيف، وعندنا لي نومبر ديسيمو بوزيتيف. دونك غادي نحطو لي نيجاتيف على حده. دونك موان 3.2 بلوس موان 0.8 بلوس موان 9.4 بلوس 1.4 بلوس 0.6. دونك عندنا هنا 3. دونك غناخدو لو سيني موان ديال لي بارونتيز. دونك لو سيني موان عندنا 3.2 الى زدنا عليها 0.8 كتعطينا 4 الى زدنا عليها 9 موان 13.4 بلوس. بالنسبه لهادو ديال بلوس بلوس 2 حيت عندنا 0.6 الى زدنا عليها 1.4 ايتيغال 2. اذا شنو غناخذو كوم سيني في لافان؟ غناخذو لو موان وغنديرو لا ديفيرونس غتعطينا موان 11.4. دونك غادي نمشيو لا ديرنيير اكسبرسيون اس. دونك غادي نشوفو شكون هما لي بوزيتيف. دونك كاين عندنا هذا بوزيتيف، عندنا هذا بوزيتيف، وحتى هذا قلنا بوزيتيف رغم انه ما كاينش لو سيني تما. هادو سي سون دي نومبر ديسيمو نيجاتيف. غادي نحطوهم كل على حده. دونك عندنا 5 بلس
plus 3, plus 9. Hado بالنسبة لي نومبر بوزيتيف. هنا moins 8,4 plus moins 2,1 plus moins 11,5 égale. Donc on a le signe plus ou un jumeau. Donc 9, 12, 17. Plus. On a le signe moins d'hado بثلاثة ou un jumeau. On a 11 ou 10 ou 21. Donc, 22. Donc, moins 22. Et bien, je connais le plus grand, le négatif. Et bien, on a le signe moins. On va dire la différence à certainement moins 5. Donc, l'exercice est très important, bien sûr, pour bien comprendre la somme d'elle ou l'addition d'elle, les nombres décimaux. Relatif. Donc, l'exercice suivant, effectuer les calculs suivants. Donc, هنا, on a le même signe. Et on va prendre le signe. On va dire la somme. Et donc, moins 13. هنا, on a un problème. هنا, on a pas la soustraction. La soustraction, c'est l'addition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on dit, on a plus 0,4 moins 0,6. Donc, on dit, on va l'addition. Donc, comment faire? Donc, on a plus 0,4. On va retirer le signe plus. Et on va le moins rentrer le dedans. Parce qu'on a l'addition. On va l'addition qu'on a l'addition. رجعوهم كما كنا. دابا غادي نطبقوا لا ريغل اللي كنعرفوا ديال شكون هو اللي عنده هو الكبير. دونك هذا دونك غناخذوا لو موان وغنديروا لا ديفيرونس غتعطينا موان 0,2. بالنسبه لهذه دائما خصنا نحرصوا واش عندنا هنا لو سيني بلس. دونك هنا عندنا البلس, هنا عندنا البلس سيبي, ولكن الا كان عندنا هنا لو موان هنا في هذه الحاله خصنا داك لي سيني موان خصنا نتخلصوا منه, ندخلوهم على الانتيريور ديال لي بارونتيز. دونك هادي عطاتنا موان 0,2, ولكن تا درنا هاد لوبيراسيون. هنا هادي اون فوا لا كالكولي ديريكتومون. شكون هو لو بلو كغون؟ هو 5. دونك ناخدو لو سيني موان غنديرو لا ديفيرونس. دونك كتعطينا موان 2. هنا هادي غادي نحسبوها تا هي. عندنا غناخدو هنا لو سيني موان, علاش؟ لان 3,3 اي بلو كغون كو 2,7. إذا شحال تعطينا؟ 0,6. دونك موان 0,6. هادي خصنا نطبقو عليها هاد الشي اللي طبقناه هنا. خصنا هاد لو سيني موان نتخلصو منو. إذا عندنا بلوس 8 موان بلوس 5. هاد لو سيني موان خصو يدخل داخل ديال لي بارونتيز. إلا كانت عندي هنا بلوس غتولي موان, كانت عندي هنا موان تولي بلوس. إذا هنا بلوس 8, إذا كان عندي هنا لو موان ورجعتو بلس. إذن شنو غنرجع لداخل؟ موان 5. إذن هنا رجعت للحالة اللي كنعرفو نحسبو. دونك شكون هو لو بلو كغون؟ هذا. إذن غتعطينا هنا بلس, نديرو لا ديفيرونس غتعطينا بلس 3. ولا بغينا نتخلصو من هاد لو بلس نحيدوه ممكن. إذن شنو النتيجة؟ إتيكالا 3. بقات لينا هادي, عندنا موان موان 1 موان موان 0 موان 0,9. إذا عندنا هاد لي موان هادو ما خصهمش يبقاو, خصنا نتخلصو منهم نهائيا. هاد لو موان غندخلوه لداخل, شنو غادي تعطينا؟ بلوس 1, حيت قلنا لو موان كيأثر داخل لي بارونتيز. إلا كانت موان لداخل يردها بلوس, كانت لداخل بلوس يردها موان. دابا عندي هنا أن موان وموان برا غادي يدخل وغادي يأثر على لو نومبر ويقلب ليه الإشارة. هنايا كذلك كان عندي هذا موان وعندنا واحد الموان اكسترن. دونك هاد الموان غادي ياثر على الموان الداخلي وغادي يرجعو بلوس, وبالتالي غادي تعطينا 0,9. دابا الا بغينا نديرو لا صوم عندنا لو ميم, عندنا لو ميم سيني, الا نديرو الجمع غتعطينا بلوس 1,9, اولا نحيدو هاد البلوس وغتعطينا 1,9. دونك هادي النتيجه سي 1,9. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا. اون باس
à l'exercice 6, ou le dernier exercice, faire la première partie de la page 60. Donc, c'est la page 76. Donc, transforme chaque expression en somme, puis calculer. Et dans la donnée, on a qui dit que nous allons faire. Et donc, tout d'abord, quand je vois que j'ai ici, je n'ai pas la somme. عندي لا سوستراكسيون انا ما عنديش اون ميثود اون ريغل اللي غادي تخليني نحسب. اذا شنو قلنا على هاد لو سيني موان؟ هاد لو سيني موان كيقلب جميع لي سيني انتيريور. باش ترجع هذا بلس خصك هاد لو سيني لداخل غادي يدخل وغياثر. وبالتالي هنا كيسكون فادي هاد لو نومبر الاول سا شونج با. اذا هنا غتبقى عندي بلس 8، هنا بلس 3، هنا موان 9، هنا موان 7، لان هذا لو سيني هذا ما عندوش علاقه بلو تيرم اللي قبل منه، عنده علاقه بلو تيرم اللي جاي من بعده. وبالتالي هذا لو سيني موان غادي يولي هنا ويعطيني موان 5، هذا غادي ياثر هنا وغادي يعطيني بلس 6، هذا غياثر على هذا وغادي يعطيني موان 4. يل شونج دو سيني، هنا غادي يعطيني بلس 1. وهنايا في هذه الوضعيه هذه الوضعيه انا ديجا كنعرف نحسبها. هذه الوضعيه ما كنتش كنعرف نحسبها، علاش؟ لان عندي دي سيني موان. ولهذا بريمير دي شوز فاش تلقى بحال هادشي الفو شونجي لي سيني اون بلوس. دونك دابا كيسكون فافير غادي نطبقوا لا ريغل لو بلو غون لو بلو بتي وناخذوا لو سيني ونديروا لا سون ولا نديروا لا ديفيرونس. دونك شنو غناخذ هنا؟ هنا خصني ناخذ لو بلوس، علاش؟ لان هذا لو بلو غون وغادي ندير لا ديفيرونس غتعطيني بلوس 3. اذا داك البلوس الا بغيت نتخلص منه ممكن. دونك حنا غير كنبينو الاشاره اللي عطاتنا هنا. كذلك عندي بلس وغندير لا سوم غتعطينا بلس 9، وهذا البلس غادي نحيدو. هنا عندنا موان موان غتعطينا موان 13 وغندير لا سوم، هذا الموان ما كنحيدوش حيت تري امبورطون. هنايا غناخذ لو سيني موان وغندير لا ديفيرونس 7 موان 1 ايتيغال 6. دونك لو ريزولتا سي موان 6. دونك الريزولتا هنا 3، هنا 9، هنا موان 13، هنا موان 6. Donc voilà, c'est la fin de la séance. J'ai bien détaillé ce sujet puisque c'est très important pour les élèves de la première année d'enseignement collégial international.